ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وفي الأوان وإلى دهر الآخرين. لنكمل طلباتنا المسائية للرب. سيدي يسوع الآن وكل أوان. همي إنه نجمع نفوسنا ونفوس رعايانا ونقودها للمسيح حتى تكون الكنيسة الأرضية ملكوت سماوي، وكلنا نكون في الكنيسة السماوية اللي منطلب بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين. هذا هو هدفي الوحيد، وكل عمل منقوم فيه بالأعمال الإدارية بخص الصورة الإجمالية اللي أنا بشوفها، لأنه بعرف كل واحد فيكم بشوف الصورة من جهته، ولكن صدقوني لما بيكون الواحد موجود في مكان الرئاسة بشوف الصورة العامة بشكل أوسع. عشان هيك بدي تثقوا في، لأني بحبكم، ثقتكم في بدي تنبع من ثقتكم وإيمانكم إنه ربنا اختارني في هاي المرحلة حتى معكم نقدر ننهض في كنيستنا المقدسية ببركة أبينا صاحب الغبطة. هذا هو هدفي الوحيد، وبالتالي بطلب منكم مقرون بمحبة وصلاة ودعاء إنكم تكونوا واثقين في، واثقين بكل العمل اللي منقوم فيه، حتى نكون روح واحدة موحدين بفكر نقي، نكون ما عندنا أفكار تشويش ولا أفكار اللي فيها نوع من نشعر إن وكأن نحن خارج هذا الجسم. ما في واحد خارج جسم الكنيسة، كل واحد فيكم له مكانته الخاصة والمميزة، لأنه المسيح اختاركم، مش أنا اخترتكم، ولكن المسيح اختاركم حتى تكونوا كهنة في كنيسته.